السلام عليكم. موضوع اليوم القرآن في قلوبنا، أن حرق القرآن الكريم من قبل سلوان الخنزير هو انتهاك للإنسانية قبل أن يكون انتهاكا للدين والإسلام. تريد تعرف شلون؟ ركزوا وياي. هو تجاوز لكل الأعراف والقيم، وكان من المفروض على راعية الشرع أمريكا تدين هذا العمل وتعده عملا إرهابيا ساهم في إيقاف الفتنة والتعصب. المهم من هذه الأعمال اللا إنسانية أنهم يريدون أن يقللوا ويمحوا القرآن وتعاليمه من قلوبنا وعقولنا، ومن ثم السير ضمن ما يريدونه ويخططون له من ترك الدين، ترك عاداتنا وتقاليدنا الأصلية التي هي من أهم قيمها الشرف والغيرة والحمية على الدين والمذهب. ولكنهم لن يستطيعوا من أن ينالوا من إسلامنا، فهم وأن أحرقوا القرآن ظاهرا، ولكنهم لن يستطيعوا من أن ينالوا من إسلامنا، فهم وأن أحرقوا القرآن ظاهرا سيبقى القرآن في قلوبنا وعقولنا ويجري معنا مجرى الدم بالعروق، وسيبقى هو دستورنا الذي نموت ونحيا من أجله. ولن تستطيعوا إطفاء نور الله دينا وأعداء الإنسانية جمعاء. نعم نعم للقرآن، كلا كلا يا شيطان. الله أكبر وليحيى العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ثواني، شنو قبالها الطفل؟ في أمان الله.